في كأس العالم 2022 كان واضح جدا تكاتف وتلاحم لاعبي الأرجنتين حول القائد ليونيل ميسي. ميسي اللي الكرة عندته في أكتر من نهائي كان بيبحث عن اللقب اللي بينقصه في مونديال ربما يكون الأخير في مسيرته بقميص التانجو. بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا كان زملاء ميسي عارفين إنهم لازم يرجعوا بلقب كأس العالم من قطر من أجل ميسي مهما كان الثمن. ميسي اللي كان بيتهم بضعف الشخصية واختيار لاعبين في المنتخب بعينهم قدر يسيطر على مجموعة ويخليهم كلهم ملتفين حوله، والهدف هو تحقيق لقب كأس العالم. التفاف وتلاحم نقدر نلمسه في قصتين صغيرتين، لكن تقدر من خلالهم تعرف أسباب قوة الأرجنتين في البطولة. القصة الأولى كانت لأليكسيس ماك أليستر صاحب الأصول الإيرلندية. في معسكر المنتخب كان لاعب الأرجنتين بينادوا على ماك أليستر بلقب كولو أو الزنجبيل في الأرجنتين، لقب كان أليكسيس بينزعج منه رغم أصوله لأنه بيحس إنهم معتبرينه مش أرجنتيني بالكامل. وفي يوم تفاجأ بأن ميسي بيبلغ لاعبي الأرجنتين بأن محدش ينادي عليه باللقب ده تاني، وده اللي حصل بالفعل وما سمعش ماك أليستر اللقب تاني من أي زميل. احترام كلام ميسي حتى لو على حاجة بسيطة ممكن تشوفه حاجة صغيرة، لكنها أساس ممكن تبني عليه للنجاح. القصة الثانية كانت لرودريجو دي بول اللي البعض وصفه بأنه بادي جارد وملازم دائم لميسي طوال مشوار البطولة. دي بول كان مهووس بميسي لدرجة أن صديقته بتحكي أن يوم التتويج وهو فاقد لوعيه تماماً وبينام كان بيقول لها أنا بحبك أوي يا ميسي. دي بول كرس حياته عشان يفوز ميسي بلقب كأس العالم، وده اللي حصل قبل مباراة هولندا في ربع النهائي. دي بول شعر في المران بإصابة في العضلة الخلفية، والأطباء قالوا له إنه لو شارك ممكن تتفاقم الإصابة ويغيب عن باقي البطولة. دي بول اللي ما تعرضش لأي إصابة عضلية في مسيرته رفض إنه يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي لأنه وقتها كان حيتم اكتشاف مدى إصابته وبالتالي حيغيب عن المباراة. دانييل مارتينيز طبيب الأرجنتين أجرى لديبول فحص موجات فوق صوتية واكتشف إن بسبب الإصابة هيغيب ديبول 10 أيام، وقال له لو لعبت ضد هولندا هتغيب بنسبة 80% عن باقي البطولة بسبب الإجهاد. ديبول كان بيجري في التدريبات ببطء لأنه بيحس بألم رهيب لما بيزود سرعته، وليلة المباراة راح له ميسي غرفته عشان يقول له رودريجو ما تبقاش غبي، أوعدك إنك هتتأهل لنص نهائي كأس العالم لكن بدون مخاطرة منك لأنه محتمل تغيب عن باقي البطولة. كان بيكلمه كأخ أكبر مش قائد في الفريق، وبعد مكالمة متأخرة مع صديقته قرر ديبول إنه حيلعب ضد هولندا، وعشان يثبت لسكالوني إنه سليم جري 3 مرات بسرعة وما حصلش حاجة في الاختبار الطبي قبل الماتش. سكالوني سأله إزاي ما تصبتش؟ دي معجزة، وقال له كمان لو اضطريت أغيرك في الماتش بعد كام دقيقة بسبب الإصابة هقتلك. ديبول شارك وخرج في الدقيقة 66، والنتيجة كانت 1-0 في مباراة اتحولت في دقائقها الأخيرة، لكن وعد ميسي اتحقق وتأهله للنهائي. وفي النهاية قدر ديبول يكمل البطولة لنهايتها، وكانت تمريرة ماك أليستر في الجول الثاني في النهائي أحد أسباب التتويج باللقب. تتويج تحقق لأن الكل كرس مجهوده وطاقته عشان ميسي يحقق حلمه وتفوز الأرجنتين أخيراً بلقب كأس العالم.